أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا ولقاء يتجدد دائما وللنساء فقط. طبعا ما فيش شك إن فترة الحمل بتعتبر من أهم وأدق فترات اللي بتمر بيها كل سيدة، وخاصة فيما يتعلق بالأمراض اللي ممكن إن هي لا قدر الله بتصيبها. ومن أهم الأمراض ديت بتعتبر ارتفاع ضغط الدم اللي هو بيهدد حياة الأم والجنين على حد سواء. وحول هذا الموضوع بيسعدنا النهاردة إن احنا بنلتقي مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد اللطيف رمضان، أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. بداية يا دكتور، عايزين نعرف علاقة ارتفاع ضغط الدم بالحمل. المفروض ان يعني الحمل بيحصل ويمشي في امان وسلام وما يحصلش ارتفاع ضغط الدم ولا حاجة، وخاصة ان احنا عارفين ان السيدة في فترة الحمل بيبقى عندها وقاية من امراض القلب عشان الهرمونات الانثوية، ويعني المفروض ان الامور تسير يعني بامان لحد ما ينتهي الحمل وينتهي انتهاء سعيدة. وانما بقى مش دايما الحكايه كده، يعني احيانا بنلاحظ بعض السيدات ان بيرتفع ضغط الدم اثناء الحمل، وفي الواقع ان ده بيكون يعني من ضمن الحاجات اللي لازم ناخدها بعنايه كبيره واهتمام شديد، ولازم نرجع الى الطبيب الاخصائي في الحاله دي. احنا عارفين طبعا ارتفاع ضغط الدم بيبقى عبء على الدوره الدمويه، عبء على عضله القلب. ايضا في اثناء الحمل يكون في استعداد عند كل واحده ست انها جسمها يحتفظ بكميات كبيره من الملح ومن الميه، يمكن ده سبب التنفيخ اللي بيحصل مع الحمل، واحنا عارفين احتفاظ الجسم بالميه والملح من الحاجات اللي بترفع ضغط الدم، تساعد على ارتفاع ضغط الدم. في الامور الطبيعيه بيحصل لكن ما يرفعش الضغط، لكن لما يبتدي الضغط يرتفع وفي الجسم يحتفظ بكميات من المياه والملح، طبعا ده بيشكل خطورة وبيشكل عبء على الدورة الدموية. المسألة قد تقتصر على ارتفاع ضغط الدم ويتعالج ببعض الأدوية، ونقلل الملح في الأكل ونقلل كمية الطعام عموما عشان زيادة الوزن اللي بتحصل أثناء الحمل ما تكونش زيادة كبيرة، وأحيانا تمشي الأمور بسلام، وعندما ينتهي الحمل وتتم الولادة في نسبة مرتفعة جدا من الحالات يعود الضغط إلى الطبيعي ويبقى المسألة يعني انتهت بسلام. كل اللي فيها ان احنا راقبنا الوزن، قللنا الملح، يمكن ناخد بعض أدوية، راقبنا الضغط مراقبة باستمرار لحد ما ينتهي الحمل، وخصوصا اذا كان الضغط هيرجع طبيعي بعد انتهاء الحمل يبقى المسألة مشيت بطريقة يعني معقولة. وانما نبقى دايما على احتياط في مرات الحمل القادمة، يعني اذا كان في الحمل ده ارتفع ضغط الدم يبقى نتوقع في الحمل اللي جاي ان المسألة برضه تبقى تحصل بنفس الطريقة، وبرضه نراقبها كويس قوي، نقلل تعاطي ملح الطعام، نقلل زيادة الوزن، دايما نقيس الضغط ونراقبه، لو حصل يبقى احنا برضه نعالجه بالطريقة المناسبة. برضه مش دايما الامور بتمشي بالطريقه السهله دي، المساله احيانا نبص نلاقي ابتدى يبقى فيه زلال في البول، ونلاحظ ان الست الحامل ورمت وشها بالذات نفخ رجليها ورمت ورم كبير وبقى فيه زلال في البول، والمساله ابتدت تخش في ما يسبق تسمم الحمل وربما تتطور الى تسمم الحمل، ودي مسألة بالغة الخطورة. إنما برضو لها علاج، يعني برضو لها وسائل علاجية ولها أساليب علاجية معروفة، والعلم تقدم جدا في علاج هذا الموضوع، ويعني قد يؤدي جائز من الحمل يكتمل وجائز نضطر لإنهاء الحمل حسب التعاون وتبادل وجهات النظر بين دكتور القلب وبين دكتور أمراض النساء، بحيث إن احنا نحاول إن ما أمكن إن المركب تسير في الأمان لحد ما ينتهي الحمل، واذا ما امكنش الحمل يعني تكتمل فطبعا التشاور بين دكتور القلب وبين دكتور النساء هيودينا الى الطريق السليم. انا طبعا بتكلم من وجهه نظر السيده الحامل تعمل ايه؟ برضه هي النصائح الذهبيه بالنسبه لها، نمره واحد الملح الطعام، نمره اتنين
ان احنا ما نسمحش للوزن ان هو يتزايد بدرجة كبيرة. نمرة ثلاثة انها دايما تبقى على اتصال بالدكتور بتاعها، بتقيس الضغط بانتظام، برضه ما فيش مانع من تحليل البول، نشوف في زلال او بروتين في البول ولا لا، عشان برضه نبقى يعني اي حالة مرضية لما بنعرفها نشخصها في البداية احسن ما بنقعد غافلين عنها وتتطور وتتزايد، وبعدين في الاخر نفسنا قدام موقف صعب كان ممكن حله من اسبوع فات من شهر فات، النهارده اصبح حله ممكن برضه، بس يعني يكلفنا ويجهدنا الكثير. طب يا دكتور، اسباب ارتفاع ضغط الدم في فتره الحمل، او بمعنى اخر ممكن نقول يعني سبل الوقايه منه بدايه من قبل ما يحدث؟ بدايه اولا ان احنا نبقى عارفين ان الست دي معرضه للموضوع ده ولا لا، اذا كان في حمل سابق ارتفع ضغط الدم عندها يبقى لازم احنا ناخد بالنا من النقطه دي بالذات. وزي ما انا قلت ان دايما في الحمل بيكون في يعني استعداد لان الجسم يحتفظ بالملح وبالميه، فاحنا نقلل كميه الملح، نداوم على شيء من الرياضه التي تتناسب مع الحمل، برضو نراقب الوزن، ما هو لازم الوزن هيزيد اثناء الحمل ده مفهوم، وبيبقى فيه دايما استعداد ان احنا نزود التغذيه بالنسبه للسيده الحامل، ولو ان احيانا بيبقى فيه قيء وعدم استعداد الاكل والكلام ده كله موجود، ولكن الوزن برضو بيبقى فيه دايما اثناء الحمل يحصل زياده وزن، احنا هنسلم ان يحصل زياده وزن، وانما لازم تبقى في الحدود المعقوله وبسرعه معقوله في زياده الوزن تتناسب مع حجم الحمل ومع مرحله الحمل، بحيث ان احنا لا نسمح بزياده شديده في الوزن. وبرضه لما الوزن زاد مره واحده نضع في حسباننا ان قد لا تكون هذه الزياده نتيجه لنمو الجنين او للحمل ذاته، قد يكون الجسم يختزن الماء والملح وده يسبب زياده الوزن. طب ويا دكتور، بالنسبه لاهم سبل العلاج لارتفاع ضغط الدم في فتره الحمل؟ هي طبعا برضو بنكرر نفس الكلام، الملح، الطعام، كميه الاكل، زياده الوزن، وبعدين مش كل دواء ضغط ممكن يتاخد اثناء الحمل، في ادويه ضغط تضر ضررا شديدا لو خدناها، ادويه ضغط ياخذها الشخص العادي ويستفيد جدا منها وتفيد، وانما اذا اخذت في السيده الحامل تسبب اضرارا شديده. في ادويه ضغط مخصوصه ومعينه وهي اللي تناسب السيده الحامل، فبرضه ناخد بالنا من الحكايه دي، يعني مثلا لا الضغط عالي ومش عارف مين بياخد ضغط تاخد منه، لا ده لازم الطبيب دكتور القلب هو اللي يحدد لها نوعية الدواء وكميته اللي تتاخد أثناء الحمل. أعزائنا المشاهدين، في نهاية اللقاء بنتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد عبد اللطيف رمضان، أستاذ أمراض القلب بطب الأزهر. ألف شكر لحضرتك يا فندم. وأعزائنا المشاهدين، بنتوجه بالشكر لكم لحسن متابعتكم، على وعد بلقاء متجدد دائما، وللنساء فقط.